انا عايز افرق من هنا. هشيل ايدي ومش هتصوتي؟ بس وحياه قميص النوم اللي عمري ما شفته غير في السيما، لو غدرت بيا هعمل معاك الغلط. ها انت فاكر ان انت هتقدر تخرج من هنا؟ انت مش عارف انت بتتعامل مع مين. ده سليم الوزان ورجالته هيقطعوك حتت، يعني مش ممكن تخرج من هنا على رجليك. سليم الوزان على نفسه ضربه الاعور على عينه، قال خسرانه خسرانه. انا مش عايز منكم حاجه، انا عايز اروح. ها هتعمل اللي انا هقول لك عليه ولا زعلك؟ نعم يا روح امك، منك له هيكون راح فين؟ اتبخر يعني؟ انتوا رجاله انتوا؟ سليم باشا اطمن، احنا مأمنين الفيلا بره وجوه، هيكون راح فين يعني؟ ولو ريحت احنا كبير قلت لك انا فين؟ سيبنا روح ويضرب دخلك شر. لا ملوش لزوم الغشم خالص، رصاصه تخرج كده تخرج كده تعور الحلوه ولا ايه يا صاحب الحكمه؟ نزلوا السلاح واخرجوا بره. مستنيني، قلت نزلوا السلاح واستنوا بره. وانت نعيم اعمل كاسين ليا انا وفارس. فارس؟ ايوه فارس. سيبها وارمي المسدس وتعالى هتشرب كاس معايا. كانش ينعزى كبير بس ما بشربوش. اسمع كلام سليم بيه، مش هتندم. تعال اشرب كاسك معايا يا فارس. من غير غدر يا كبير؟ هاخده بيك ليه؟ وانا محتاج واحد زيك. هو لو مؤاخذة واحد زي سعادتك هيحتاج واحد زي حالات يعمل فيه ايه؟ هتشتغل معايا. ده انت امك تبقى تعيالك. انا ضامن ما شافتنيش اصلا عشان تدعيني. ايه يا انت وهو؟ هتتعبوا نفسكم وتضربوني. انا ما اعرفش اي حاجه يا جدعان، فارس الجن هو اللي عمل كل حاجه. وبعدين انتوا مش عارفين انا مين؟ انت مين يا واد؟ سيد مسلة. مسلة يا كذاب، ده تبقى اقصر مسلة شفتها في حياتي. سيبوه يمشوا.